بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، نحييكم أجمل تحية صباحية بهذا اليوم، يوم السبت الموافق 27 من شهر 2 لعام 2020. ضمن هذه التحديات من صندوق هذا الميدان لضيضا انطلاقات سن الحقائق واللقايا والفطايم، أسير على البركة مع أول الاندفاعات، مع أول الأشواط. الشوط الرئيسي للحقائق للمسافة 4 كيلومترات، أسير مع المقدمة مع المركز الأول. أستفتح الإذاعة شواهين محمد بن سليم الوهيبي يتقدم ضيف الميدان مع الصدارة و على مقدمة الشوط، بينما هناك ضجة مع المركز الثاني سلطان بن محمد بن سلطان الزرعي يتقدم على ثاني المراكز وثالث المراكز. الله الله، هنا أحد أبرز الأسماء، حربة تتقدم، عبد الله بن حمود الهاشمي يقدم حربة على هذا المسار، بينما الغدوم الضبي وصل على ثالث المراكز. حبين بن محمد بن نكد المدهوشي يقدم لنا الظبي ظبي الفلا على المركز الثالث، حربة في رابع المراكز. المركز الخامس وصل بن حامد يتقدم مع مغثة حمد بن عبد الله بن حامد الهاشمية، يقدم لنا مغثة على المركز الخامس. أخذ الشعارات والأسماء المشاركة في هذا الشوط، وأعود مع البداية والمقدمة مع ضجة، ضجة على المركز الأول وعلى الصدارة. سلطان بن محمد بن سلطان الزرعي يقود المسار على البداية وعلى الاندفاع الأول. هنا تتقدم ضجة تقود المسار، تندفع مع البداية، بينما الظبي الظبي قادمة، الظبي واصلة. حبين بن محمد بالنكد المدهوشية، هنا الدخول، وصلت الأسماء، وصلت أيضا هناك أيضا الظبي الأخرى، وصلت الظبي سالم بن دغمال المدهوشية يقدم لنا الظبي. شوط الظبا هنا على المركز الأول ثانية والمركز الثالث ورابع المراكز. وصل بن هدوب، غادم بن هدوب مع دمعة حمد بن هدوب العمري يتقدم مع دمعة على المركز الرابع، ولكن عود مع البداية مع الاندفاع والانطلاق. ضجة لا زالت على الصدارة وعلى مقدمة الشوط، ولكن بن دغمال غير، راح بن دغمال، راح ابو الخطاب على المركز الاول. ابو الخطاب متقدم متصدر مع الظبي واندفاعة الظبي، ظبي الفلا على مقدمة الشوط. سالم بن دغمال المدهوشية على البداية، بينما الظبي الظبي في ثاني المراكز. أبو حبين هناك على المركز الثاني، حبين بن محمد بن نكد المدهوشية على ثاني المراكز. الشوط الرئيسي شوط الحقائق، وين وين الأصالة، وين وين الصراع، وين الظبي على المقدمة. 1200 ما تبقى عن الفوز والانتصار. بن دغمال على المركز الأول وعلى الصدارة. سالم بن دغمال المدهوشية، أهالي الميدان متمسكين على الصدارة وعلى المقدمة بقيادة الظبي على المركز الأول، والظبي الأخرى على المركز الثاني. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الصراع، والظبي والظبي على البداية، الظبي على المقدمة. سالم بن دغمال المدهوشية يتقدم مع الصدارة ومع مقدمة الشوط. المركز الثاني الظبي، حبين بن محمد
بالنكد المدهوشي، حرب غادمة، حرب غادمة، بن هدوب غادم، الأسماء غادمة، ولكن الظبي 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 ظبي الفلا رمز العطاء هنا على البداية وعلى المقدمة، لا زالت عصاها ضبطانة، عصاها ضبطانة، ما قال لها شيء، أعصاب هادية بن دغمال، أعصاب هادية، حرب غادمة، حرب غادمة، راحن الحقائق راحن، طارن الحقائق طارن على المقدمة، الظبي والظبي وحربة الثلاث اللي بهنزان اللقا على البداية وعلى المقدمة، الظبي الظبي مع الصدارة، أهالي الميدان يثبتون الحضور، الظبي والظبي وحربة وحربة أيضا على ثالث المراكز، وين السلام وين وين السلام، بن دغمار راح مع السلام، راح مع السلام، سلام بالخطاب، تهانينا والناموس، سالم بن دغمال المدهوشي على فوز الظبي بالمركز الأول. المركز الثاني الظبي أيضا أحبين بن محمد بالنكد المدهوشية، والمركز الثالث حربة عبد الله بن حمود الهاشمي. التوقيت 5:56، تهانينا سالم بن دغمال المدهوشي.